حمودة فايق، شغالة في جامعة حماية البيئة، مسؤولة مشروع الورق. احنا هنا بنعمل إعادة تدوير ورق مرة تانية، فاحنا بنجمع الورق دوت من اي حته تحب تدينا الورق، يعني ممكن ناخد من مدارس، هيئات، جامعات، مكاتب. عندنا مجموعه من البنات اول مرحله ان هم يفرزوا الورق ده، بعد كده بعد ما بنفرز الورق ونتاكد ان احنا شلنا منه الدبابيس والصمغ والبلاستيك اللي فيه او اي لون مختلف تاني، وطبعا زائد الورق اللي انا قلت عليه دوت، ممكن لو جالنا كميه من اي لون احمر اصفر اخضر بس على الاقل يبقوا 6 كيلو نعملهم، لان المكنه بتاخد 6 كيلو من الورق. بعد كده بنوزنهم ونقطعهم ونحطهم جوه المكنه مع ميه، ما بنحطش اي اضافات كيماويه الا انواع النباتات اللي انا قلت عليها. بعد كده بعد ما بيتعجن الورق ممكن ياخد تلت ساعه نص ساعه في المكنه في مرحله العجن. بعدين بناخد الورق دوت بعد ما اتعجن او العجينه اللي احنا عملناها وبنحطها في بانيو كبير وبنزود ميه على حسب ما احنا عايزين سمك الورقه. لو عايزين الورقه خفيفه بنخلي الميه اكتر شويه، عايزينها تقيله نخلي العجينه هي اللي اكتر شويه. وبعد كده عندنا 6 مقاسات من القوالب، اكبر مقاس 40x60 واصغر مقاس 10x15. من خلال القوالب ديت بنعمل بقى الورقه. القالب دوت متكون من جزئين، الجزء اللي فوق بيحدد لها مقاس الورقه، والجزء اللي تحت كله سلك مخرم بينزل الميه من الورقه. بعد ما بتتاكد ان اتصفت الورقه من الميه بتشيل الجزء الخارجي وتاخد الجزء اللي عليه الورقه وتقلبها على الترابيزه. الترابيزه نص دايره علشان الورقه اللي يعني تتصفى بسرعه من الميه وما يبقاش فيها فقاقيع كده. بس بعد ما بنجمع بقى الورق من على الخشب بنجيبه في الاوضه هنا علشان نشكل كل الحاجات اللي انتوا هتشوفوها في المعرض. ممكن نعمل كروت، نعمل اظرف، نعمل علب هدايا، بوك مارك، نوت بوك، بنعمل اشكال كتير خالص من الورق ده. ايفون عاطف. الورق بيشتغلوه على البانيو، وبعدين احنا بناخده منهم من على البانيو، وبعدين بنعصره، وبعدين بنجيبه هنا بننشفه حضرتك على الخشب الابلكات. بعد كده بيخش الاشغال وبيتعد تدويره، يعني بيعملوا منه شنط هدايا واظرف وكروت. طب ليه اخترتيها؟ اشمعنى المهنه دي؟ اشمعنى المهنه دي؟ اشمعنى المهنه دي؟ عشان انا حبيتها وسهله عليا. حلو. مكسبها كويس؟ هي كل حاجه بتزيد ما عدا المرتب، يعني حضرتك بصراحه مش بيزيد يعني. مبتدا دوت كوم.